بعدها احنا بكره عندنا مباراه لازم نغلب فيها بدنا نتدرب منيح. لا 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 انا جاهز. يلا العبوا. هاي لعبة فيها اثنين، استنى دورك. وليش قلت لي ايش؟ ايش اثنين؟ يلا خلصني. لعبة فيها اثنين، لما حد يخسر يا انا يا ادم انت بتفوت بدلي. من امتى؟ دائما نلعب ثلاثة. لا ما العبوا. لا ما هيك احنا قررنا انا وادم. انت قلت انت وادم كل مرة بيطلعوا قوانين. طب يلا العبوا خلصوا، انا هنا بستنى. طولوش. واه بضل بس نفس اللعبة على نفسي بغيري بتحممش. دايماً بضل يلبس نفس. ايش بتسوي؟ ايش بتسوي؟ ايش بتحكوا هلا؟ ما تحكوش. على كرة القدم. فوتبول. طب اسمعوا، هاي برجع كمان دور. طب كيف توقف اللعبة؟ لا طيب بستنى. والله عمري بغيرش بغيرش. شوف انا ملابس جداد ملابس جداد. انا اليوم اشتريت. ايش تحكوا؟ ايش تحكوا؟ كل شوي برجع عليكم بضلكم. لا لا على كرة القدم. خلصوا يلا عشان عندنا بكره مباراه. طيب ما انا بستنى ساعة بستنى. فبنقرر ايش بدنا نقدر نسوي. كل مرة قانون جديد، كل مرة بيسوي شيء جديد، كل مرة بيقعدوني، بدهم يلعبوا. بغيرش بوطي يا زلمة. شو هذا بيصوش؟ وبعدين يعني استنوا 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 وقفوا وقفوا، انتوا عمالكم بتحكوا شغلات بتكون مش هيني اسمعها، وانا هذا الاشي بعرفه. اذا بنقول له؟ كنا انا عارف. عاملين لي مفاجأة. لا. أمو صابر انت بتغيرش ملابسك. ليش يا ادم بتغيرش ملابسك انت؟ انت انت. انا بغيرش ملابس. بتغيرش موتك. شوف احنا مش دخل. طيب كل يوم بنشتري ملابس. انا صاحبكم يا سمعه يا ادم، صاحبكم مش دخل هلا تقولوا لي بغير. لا احنا بنلبس ملابس جديد. شوف كيف ملابس جديد احلى ملابس هذول. طلع 50 سنة عندك اياها كمان انت. هذه قبل يوم هذي اشتريتها. وانا هذي قبل سنة. قبل سنة؟ شايف؟ معناته هو كمان بغير. لا بس عندي بلايز قبل اسبوع. والله؟ طيب ايش يعني قصدكم؟ من هيك بلبس عمو صابر. خلص سيبوكم من هذا الحكي، خليني شو ازعل منكم. هات نلعب. يلا يا سمعة. ما خلص اقعد اقعد تريح تريح. شو تريح سمعة؟ صاحبك انا تحكيش معي هيك. شو اللي تغير شواعي هذا؟ ادم بزعل منك. شو تغير الواعي؟ خلص اقعد اقعد يا عمو صابر ارتاح ارتاح. انت تعطيك مصاري تشتري واعي؟ طب انا اذا فيش معي مصاري يعني ايش تفكر يعني انه انا فيش عندي واعي؟ انا كل يوم امي بتعطيني مصاري بروح اشتري بوت جديد، جاكيتات، كثير اشياء تفكر يعني كل شيء بالمصاري. على فكره انتوا اصحاب صرتوا مش شاطرين وبتحكوا على شغلات مش مفيده. طب اقعد 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 اصلا انا بدي اقعد اصلا بديش العب معاكم. انت بتعرفش تلعب انت. اصحاب هذول اخر مره بس بعدها قعد معاهم. يلا يلا بدنا نتدرب للمباراه. يلا مره للمباراه. طب عندنا مباراه بكره مهمه. يلا يلا عمو صابر ايش مالك؟ ايش معي انت؟ يلا 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 زعلان. يلا ادم يلا ادم شوفي هذول التنين قاعدين يتمسخروا علي ويتقبلوا علي. شن اصحابك؟ اصحابي كل يوم بيلعب مع بعض. بقول لي ليش؟ انا كل يوم دائما نفس الاواعي بلبس، بعرف انه بلبس نفس الاواعي. هل هو امه بتشتري له؟ تعالوا يا اولاد تعالوا. بتشتري له كل يوم امه بتشتري له. تعال تعال سمعة تعال. ما سويناش شيء. تنشوف شو. ما سويناش شيء. عامل لي فيها ابعد عني ابعد عني عامل لي فيها رونالدو. احنا؟ ليش مزعلينه؟ سوينا له شيء. لكن يا زعلان عم بقول لي بدي انه بدكوش تلعبوا. بقول لك الصراحه عم صبر بضل لابس نفس الاواعي عشان هيك بدكوش تلعبوا. احنا تشوفي كل يوم كل يوم. شوف اواعي شوف اواعي طلع ما نضفها. شم تعال شم ريحتها بتفحفح. تعال شم ريحتها. وانت يا قدومه حتى لو انه بغيرش اواعي المهم اواعي بتضلها نظيفه. ريحتها حلوه. بتحمم كل يوم؟ نعم. انتوا بتحمموا كل يوم؟ كل يوم كل يوم. بتفركوا اسنانكم كل يوم؟ كل يوم. بتقصوا اظافركم كل يوم؟ ضلها مقولي ليش؟ امي بتشتري لي اواعي كل يوم وبتشتري لي شغلات جديده وهيك. المهم اواعيك تكون نظيفه
وريحتها حلوة ومرتبة كمان. أنا أهم شيء أصلاً أنا بحاول عشان أشتري أشياء وبحش أشتري كل يوم، بس أنا أوعي نظافة تاتا بطاطا. أهم شيء المهم كيف قلنا الأواعي تكون نظيفة ومرتبة وريحتها حلوة، مش شرط كل يوم نلبس أواعي جديدة. طيب؟ مفهوم؟ قولي للأولاد كمان، قولي وأنتوا كمان يا أولاد. مش شرط. عمو صابر عمو صابر دايما بلبس نفس الاواعي عشان هو اصلا حلوات كتير كتير كتير، بس اواعي حلوات ونفس البوط واواعي مرتبات وبتحمم كل يوم وبقص اظافري وبفرك اسنانه كل يوم وبنظف كل شيء كل شيء انا. بس هدول عشان بفكروا عشان المصاري بده يشتري بده يشتري بده يشتري، مش كل حدا عنده مصاري، المهم ان احنا نكون نظاف وحلوين. حتى اواعي العيد هدول صح بالضبط. طيب يا اولاد شو قدومة؟ سمعت أسف لعمو صابر وانتي؟ متأسف شاطرين؟ يلا نلعب ليش ألعب معهم هدول؟ هلا متأسفة قبل شوي قعدوا يقولوا بص عندك واعي بتشتيش واعي لا خلص متأسف. انتوا فهمتوا صح؟ قدام قولوا له متأسف شاطرين من قلبكم؟ اسامحهم؟ يلا سامحهم خلاص بما انهم تأسفوا ما تهبلوش علي ومالوش اواعي، اواعي احلى اواعي بالعالم بكلها. طيب يلا يلا انا كرة قدم يلا جيب بعدين جيب يلا شاطرين اخسركم كلكم يلا 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 انا كثير مبسوطة منكم شكرا تاتا بطاطا عمو صابر انا هون قاعدة بطلع عليكم يلا راح انا اشتري اواعي زيهم بالضبط نفس الاواعي عمو صابر امسك 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 يلا وبا خلصنا باي يلا 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 يا اولاد شايفين بعرف يلعبوا ثلاثه انا عمو صابر انا جيت لهون يا اولاد يا حلوين بحبكم كثير اكبسوا سبسكرايب ايوه وعلى الجرس كمان وعلى الدائره لاخر الفيديوهات بحبكم الى اللقاء عمو صابر برسم على الضفاطس الاولاد بيحبوني وبينادوني شاطر